لآخر مستجدات الملف الليبي وتطورات الوضع سياسيا وميدانيا. ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من جنيف رياض السيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أستاذ رياض، مرحبا بك. مرحبا بك بكل مشاهديك الكرام. إذن أستاذ رياض، ونحن نتحدث اليوم عن تطورات الوضع في ليبيا، نتحدث عن التطورات سياسيا وميدانيا. سأنطلق معك بخصوص اختتام الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي اللي كان صار في تونس، واللي كان انطلق بتاريخ 7 نوفمبر الشهر الماضي إلى حدود 15 نوفمبر، ثم فيما بعد تواصل النقاشات عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور في ليبيا وخريطة الطريق اللي كانت من أبرز مخرجات الحوار السياسي الليبي اللي صار في تونس اليوم. كيف تقيمون تطورات الوضع الليبي اليوم؟ يعني ما زلنا بعيدين جدا عن الحل السلمي السياسي النهائي، بمعنى أنه لا يتم خرق للهدنة القائمة. لماذا؟ لأنه مشكلة ليبيا، وهذا نكرر للمرة المليون، مشكلة ليبيا هي أن الحلف الأطلسي لما تدخل سنة 2011 حطم في نفس الوقت دولة القذافي وحكومة القذافي ونظام القذافي. أهم شيء هي الدولة طبعا. الدولة تعريفها هو احتكار العنف الشرعي المسلح، كما يقول ماكس فيبر، يعني الدولة هي الطرف الوحيد اللي يكون عنده جيش مسلح منظم وقوى أمن منظمة مسلحة. هذا غير موجود في ليبيا. بالتالي راهو قبل حديث عن انتخابات وديمقراطية وهذا والوصفات السحرية الأمريكية، الحديث هو عن بناء الدولة. بناء الدولة الليبية يبدأ بالأساس، الأساس هو بناء جيش وطني وحيد يحتكر العنف المسلح وأمن وطني وحيد. هذا نحن بعيدين جدا عنه، بعيدين جدا عنه. مخرجات مؤتمر تونس إذا حدثت عبقرية حسب رأيي وشيء يكون رائع، وهو أن تستمر الهدنة. حتى الهدنة تم اختراقها أكثر من مرة في الواقع من الطرفين ومن عدة أطراف. إذن ليس سهلا أن نبني دولة، بمعنى أن نجرد ميليشيات من سلاحها. من هي القوة؟ القوة القاهرة المسلحة التي تقوم بتجريد الميليشيات الليبية من سلاحها وتلزمها اما التحول الى احزاب سياسية او في كل الحالات تنتفي كتنظيمات مسلحة. هذه القوة غير موجودة اصلا. المخاوف الكبرى في ليبيا، المخاوف الكبرى في الأزمة الليبية، وهذا نبهت منذ 2011، هو تقسيم ليبيا على الاقل الى 3 دول. عمليا ليبيا مقسمة، فلنعترف لما نشوف الخريطة نعرف ان ليبيا مقسمة. صحيح أصوات غربية هنا خاصة في فرنسا من 2011 حكوا أن ليبيا كانت قبل 1953 3 أقاليم، إقليم برقة في الشرق، إقليم طرابلس في الغرب، وإقليم فزان في الجنوب. يعني كانت 3 دويلات صح التعبير. عام 1953 أصبحت دولة واحدة. من 2011 إلى اليوم نرى هذا التقسيم الفعلي. فزان الجنوب مع التبو شبه مستقل. لاحظنا أنه لما الشرق بقيادة الجيش الوطني وخليفة حرفتر أراد الدخول إلى طرابلس، الأمريكان منعوه عن طريق إرسال أردوغان وإرسال القوات التركية، وهي قوات أطلسية تعمل لصالح البنتاغون الأمريكي. في نفس الوقت أيضا ممنوع على فايز السراج أن يدخل بنغازي. يعني عملوا لهم خط، هو خط يمتد من سرت شمالا إلى الجفرة جنوبا، اللي يقسم ليبيا إلى 3 أقاليم تاريخية. الخط هذا لا يتجاوز هذا لا ذاك، حتى ان تحدث يعني هدنه دائمه. فالهدنه الدائمه ستكون مثل الهدنه بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، واقول ذلك للاسف الشديد. يعني الاخوه الليبيين بعضهم غير منتبه الى مخطط التقسيم الجاري العمل به وغير منتبهين الى ذلك. زاد على ذلك طبعا ما يعرقل اتفاق تونس وكل الاتفاقات التي حدثت بين الليبيين في الصخيرات في المغرب، في باريس، في جنيف 3 مرات، في فرنسا، في ايطاليا، في برلين، في ما ثمش مكان في العالم، في روسيا وفي موسكو في القاهره ما ثمش مكان في العالم ما اجتمعوش فيه الاخوه الليبيين. الشيء ايضا المخاطر الاساسيه هي انه اصبحت الجماعات الليبيه سواء في الشرق والغرب مرتبطه عندها ارتباطات خارجيه وتخضع الى اجندات خارجيه. فايز السراج عنده قطر اقليميا وعنده تركيا وزيد عنده ايطاليا وعنده امريكا، جزء من امريكا على الاقل. الشرق عنده دعم روسي مصري اماراتي الى اخره. فالتدخلات الخارجيه ازمت من الوضع. طبعا المشكله الاساسيه ايضا جوهر الصراع في ليبيا اعتقد من 2011 الى اليوم هو النفط، البترول الليبي. البترول الليبي، وساحكي لك لماذا فايز السراج كان مضطر للتفاوض ولتوقيع على هذا الاتفاق. البترول الليبي هو في يد جيش الشرق، في يد قوات خليفه حفتر، في يد الجيش الوطني،
ولم يصدر لم تصدر ليبيا منذ أشهر عديدة جدا، من أكثر من عام تقريبا بترولها. هي عادة تصدر 1.5 مليون برميل يوميا، وصلت إلى أقل من 100,000 برميل يوميا. هذه طبعا أفلست الجميع، أصلت في طرابلس مظاهرات اجتماعية وليس سياسية، نقول مظاهرات اجتماعية، يعني الليبيون نزلوا من أجل أن يتحصلوا على راتب، من أجل أن يشتروا الخبز. أستاذ رياض، كيف قيمتم اجتماع الفرقاء السياسيين بليبيا مؤخرا؟ في تونس طبعا الجانب الإيجابي كما قلت هو الحديث عن هدنة، ثم بما أن أشرفت عليه أمريكية مستعربة تكلم اللغة العربية، الأمريكان كما دخلوا العراق سنة 2003 يعتقدوا أن صندوق الانتخابات الديمقراطية انتخابات هي الحل السحري. لا، في ليبيا للأسف الشديد وأكرر بعيدة جدا عن الثقافة الديمقراطية، عن ثقافة الانتخابات. هي وقعت انتخابات بسبب المشاكل الآن، أين جاءت؟ وقعت انتخابات سنة 2014 في جوال 2014، اللي يحكموا في طرابلس اليوم فشلوا في الانتخابات، إذا لم يعترفوا بنتائج الانتخابات. صار عندنا برلمان قديم في طرابلس وبرلمان جديد في تبرق، وبالتالي لا توجد هذه الثقافة الديمقراطية. ثم الحديث عن جيش موحد هذا بعيد المنال، وكما قلت التدخلات الخارجية، الهدنة الدائمة ستقسم ليبيا عملي ونظري. شكرا لك أستاذ رياض سيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية، كنت حاضر معنا مباشرة عبر سكايب من جنيف. وإحنا هكا نكون أيضا وصلنا لختام نشرة الأخبار الصباحية على نسمة لايف، قدمت لكم ابتسام شويخة مباشرة.